صورة المميزة من بشار وهي لم تختلف البتة عن باقي ولايات جنوبنا الكبيرة. وصور أخرى مماثلة كريم تصلنا هذه المرة من البويرة. وان شاء الله نتمنوا الخير للبلاد هذه، وباذن الله باذن الله البلاد هذه نقولوا للرئيس بوتفليقه ما يخافش ما يخافش، لان علاه هذه بلاد الشهداء، الدم الدم ساد الدم من اكثر من مليون ونص شهيد. وان شاء الله الناس هذو اللي فوطينا عليهم ما يخيبوناش، ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا غير خير. ولفت كما نقولوا حنايا رانا مشحنين البطاريات بالرئيس بوتفليقه، ان شاء الله ان شاء الله كيما حنا نكونوا على اوتور ان شاء الله نعملوا ثاني نتائج مليحه بالنسبه سيتو سيتو لو طو دو بارتيسيپاسيون، ان شاء الله يكون كبير على فيزابي الناس اللي راهي تكسر الداخل واللي راهي تكسر برا، باسكو كيما سمعنا الخطاب تاع السيد رئيس الجمهوريه الناس راهي مورانا بزاف اللي حاطتنا الشر، احنا ان شاء الله نخدموا باش يكون الخير في هذه البلاد وان شاء الله يكون تغير، ونتمنوا البلاد هذه ان شاء الله تتغير وكلها ان شاء الله يغيرها الشعب. وتحيه بوتفليقه ندير واجبك كما نقولوا كما مرا، ونتمنوا نخدموا من الشيء من هذا اللي جو جدد ياخذوا لهذا الشباب. هي اذا هي اراء وانطباعات المواطن في البويره تعددت كل هذه النداءات، لكنها اتفقت على ضرورة المضي نحو الأمام بالنسبة لبلدنا. إلى سيدي بن عباس حيث يستعد الزميل طاهر بن العيدوني. أهلا طاهر. نعم فريدة كريم، تحية مسائية بالعباس، أهل بالعباس بكل المسؤولية والحس المدني الراقي والوعي السياسي انتخبوا اليوم ولازالت العملية مستمرة هنا وبالمركز المتواجدون به هنا بقلب مدينة سيدي بالعباس. لا تزال النسوة يقبلن على هذا المركز خاصة في الساعات الأخيرة هذه، ولو يسمح المصور سي الحبيب تأخذ لي لقطة أيضا على بعض النسوة اللي ينتظرن دورهن في الانتخاب. على كل حال بالعباس المهم في كل هذا أن العملية مرت في ظروف هادئة سليمة باستثناء بعض المسائل البسيطة التي تمت معالجتها في حينها. أنا هنا بين رجال ونساء أبوا إلى أن يحضروا معي، وأبدأ بالأخ يعني كيف ترى البرلمان القادم إن شاء الله؟ إن شاء الله نتمنى الخير لهذه البلاد، وهذه رسالة لجميع النزهاء والجزائريين مازال بخير ومازال القلب ينبض في قلب الجزائريين عن حب الوطن. ولكن تشوفوا هذه رسالة واضحة، الناس النسوة راهم مقبلين على الانتخابات والرجال كذلك ولكن احنا في مركز تاع النسوة. الملاحظة حية وغنية عن التعبير، وتحية الجزائر. بارك الله فيك. الأخت أنت تسكني في فرنسا وقيلة؟ وي في مارسي. تي فوني لا بوغوتي سي سا؟ وي سي سا. بونسوار دابور. سا في بليزير كو شوي لا. يا 5 ans en arrière تالي جي فوتي اون فرانس à Marseille. Ben je suis contente. Non, je rate jamais. Alhamdoulilah ya Rabbi, bladna tsakdat. On est bien, on rentre bien. On est content. Nos amis, nos familles, tout. On est content d'être voir nos familles. Bon, inshallah ya Rabbi, ya Rabbi. Comment on dit, Rabbi yati l'omar Sayyid al-Rais Bouteflika. Yati saha ou yati parce que derna bzaf salah, kuna marbounin. Der hadik shat gharb, der bzaf salah. انجازات يعني كبيره تاع الرئيس. والاخ انتم عندك عفوا عندك نفس نفس الاحساس. اليوم رانا فرحانين، اليوم رانا هذا عرس. نطلبوا ان شاء الله ربي هذو كاع المترشحين ان شاء الله ينجحهم ويمدوا زياده لهذا البلاد ان شاء الله. اذا هكذا هي مدينه سيدي بالعباس، مدينه الثقافه، مدينه التاريخ، مدينه الفن، مدينه الشرفاء.
انتخابات اليوم والجميع يدعو إلى مزيد من الإقبال في الساعات الأخيرة هذه. كريم فريدة، أنا سعيد أيضا بوجودي بسيدي بلعباس، وأتمنى عفوا ربما في المواعيد اللاحقة إن شاء الله. كريم ونحن سعداء لأنك معنا سيدي بلعباس، ونحن سعداء لأننا متواصلون مع سكان سيدي بلعباس على المباشر بتلفزيون بلدهم تلفزيون الجزائر. إلى شلف فريدة، نعم، صور أخرى لعملية الاقتراع. مليكة سحقي من ولاية شلف. قلنا منذ حين أنه بالإمكان التمديد فقط على من لم يلتحق بعد أن يلتحق قبل الساعة 7. شن سنة مبلغي بوتي ندي بالصوت تاعي، وراني بوتيت إن شاء الله ونقارع فيها اللي وضينا عليهم وخيرناهم إن شاء الله ما يخيبوناش أمالنا. اليوم الشعب وشباب كلهم هنا في حماس الانتخابات، واحنا موجودين هنا. انا كمواطن بلدي بلاد فارس قمت بالواجب تاعي، اديت الامانه، وهذه الامانه راه خليناها بين يدين هذول الاعضاء اللي طلعوا البرلمان. حنايا فوطينا وطالبين الشعب كاع كامل يفوطي. انا اديت الواجب تاعي كما ينبغي الحال، اللي فيها خير للبلاد وللعباد ان شاء الله ربي يكيفو. وصل الفكرة؟ نعم أستاذ تفضل. فهمت السؤال سيدتي؟ نعم. هي بالقانون حقيقة الانتخاب الاقتراعي يدوم 11 ساعة من 7 مساء. نعم. إذن هل الوقت الأخير اللي ما التحقش يلتحق، لأن لو يلتحق ويكون هناك زحمة الوالي يستطيع أن يتدخل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويمدد أجل الاقتراع حتى ولو ما كانش هذه الفرضية تاع التمديد. إذا الحق في مكتب الاقتراع أمام مكتب الاقتراع على الساعة 7 يسمح له بالتصويت حتى ولو امتدت العملية حتى الثامنة أو التاسعة. نعم، حتى تنتهي كل الطوابير الموجودة أمام المكاتب. هذا شيء مهم، ومن حق أي ناخب بأن ينتخب إذا وصل قبل الساعة 7. إذا نصل قبل 7 نسلم الوثائق وننتظر في الطوابير. نعم. على كل لم تصل الساعة 7 نستغل الفرصة لرصد آراء المواطنين في تيزي وزو التي يتواصل بها الاقتراع. Certains de vos terres, c'est mon devoir comme citoyen algérien. Inch'Allah, il est le cher des Timothées. Nous, je vous donne l'année là, nous sommes venus comme le temps. Alors, quand on a dit, on a dit, il est temps. Sur la conscience que c'est important de montrer au pouvoir, aux gens qui vont être élus, et il a pas de truc de mi-chemin, il a pas de chemin, il nous a pas. La première fois que j'ai rapporté, le mois de venir d'un côté, il y a une partie, voilà, le programme est à ce pays. ومعنا الآن على المباشر من العاصمة تحديدا من طنجره زميلة فازيلي مختاري. أهلا فازيلي. مختاري يوسفي. أهلا كريم. أهلا فريدة. نحن الآن متواجدين في مدرسة محمد الإقبال 2 بالأبيار. لاحظنا توافد مستمر للمواطنين الناخبين. سيدة واش تقول اليوم؟ السلام عليكم. جيت اليوم منتخب على بلادي مثل اي امراه جزائريه، ونتمنى ان شاء الله الشباب كاع يقوموا بالواجب تاعهم. الشيء اللي شجعنا اكثر اخت الفضيله هو الرئيس والخطاب تاع